الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. الميدان يا حميدان إعلان تحدي. الميدان يعني قصد الميدان مال الحياة كامل بشتى أنواع الميادين، ميادين حسية أو ميادين مادية أو ميادين اجتماعية اقتصادية ليه. الميدان يا حميدان، حميدان تصغير لكلمة حمدان، واسم حمدان هو من الأسامي الشائعة عندنا في البلاد والأسامي الجميلة، أسامي الشيوخ عندنا وأسامي روس العرب عندنا حمدان. حمدان يعني اسم محبب عندنا خصوصا في قبيلتنا نحن بنياس، وايد اسم حمدان وايد جميل، وايد يحبون الناس عندنا. اللي يتحدى عطى اسم حمدان هو حميدان لأي واحد لأي شخص، لأن فيه اسم مجازي تراه مسقط شيء سقاطي، بس عشان الوزن يركب زين قالوا حميدان، الميدان يا حميدان عشان يركب وياه. يعني كان ممكن يقول الميدان يا عبيدان يستوي بعد، لكن الميدان يا حميدان هو طلع كذي، يعني إذا فيك قوة تحداني تعال. وغالبا ما يكون لهذا السبب، أنه عندك مشكلة يلا بسم الله تفضل، إذا أنت تقدر تحداني تعال تحداني. فهي إعلان صريح للتحدي. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.